بداية الحب البريء يا خسارة ما تكمل، ينقطع فينا الطريق ونيران عم تشعل. ثانية ما بتعرفي شو بساوي فيكي. ها مالي حملي، مالي حملي، لو كنتي عم بتكذبي علي طول الوقت. ابن عمي بوس ايدك. ولا كلمة، الله يخليك سامح. شيء ولا كلمة، ما عاد بدي اسمع صوتك. لا في شيء. نعم ابن عمي. انت كنت بتعرفي بنسبتها؟ الله وكيلك، الله وكيلك، بس من كم يوم لدريت انا. يعني دريت بكذبتها وما جيتي قلتي لي. وانت يا مصروفة الرقبة؟ انا شو طالع بايدي ساوي ابن عمي؟ بيطلع بايدك تيجي تقلي لي. ثلاثتكم كذبتوا علي، ثلاثتكم استخشمتوني. يا عيب الشوم عليكم، بس مو الحق عليكم، الحق علي انا اللي امنت فيكم وحويتكم ببيتي. الحق معك، الحق معك ابن عمي، شو ما حكيت الحق معك. احنا غلطانين. ابوس رجلك يا ابن عمي، ابوس رجلك. هي بهيجه، هي بهيجه حبلة، ان شاء الله بتعبي لك البيت صبيان وبنات. ولك انت اصل البلا كله. مع هيك انا ما عاد امن لوحده بيناتكم تضل على زمتي. لكن المره اللي بتكذب على جوزها تعمل كل شيء. لا تقول ابن عمي،
لا تقول لا. قلتها وخلاص. أنا رايح على دكانتي وبس أرجع ما بدي أشوف ولا وحدة من بيناتكم عندي بالبيت. ابن عمي ابن عمي نفيسة وبهيجة ما دخلون، ما بيهون علي تزعل منهم كرمالي. ازعل؟ إن شاء الله فاكرين الشغلة رح تنقضى بزعلة كام يوم وخلاص. طول بالك ابن عمي، الشغلة مو حرزانة. لا حرزانة. سعاد، نفيسة، بهيجة، ثلاثة تكون طالب. ولي يا رقبتي. كله بتاعت راسك يا سعاد. الله لا يوفقك انت يا سعاد. انت يا سعاد. وين بدي روح بعاد انا والولد وين؟ حسبي الله ونعم الوكيل. معلش. حسبي الله. انتوا يوم يومين بيرجعكم. بس الحسرة علي انا. انت جنيتي على حالك ونحن جنينا عليك. معك حق. سامحوني. أمان صعب. لما دريت إنه أم كامل وبنتها ملفين أبو العز على بيتهم بالحرام والله ما صدقت، بس لما عرفت إنه مسكنهم ببيت النقاشة قلت معناتها حكي العالم مصبوط. مستحيل أبو العز يعملها. مشان الله، لك شو هي مستحيل وما مستحيل؟ أنت ما بتعرفي أم كامل وبنتها، يعني سمعتهم بالحارة والعياذ بالله ما بدنا نحكي. يعني أنت ما قدرت تعمل شيء تبعدهم عن أبو العز؟ ولك يا زهرة، مشان الله شو بدك بأبو العز؟ لك انسي بقى ودوري على اللي شاريكي وما عم ينام الليل من كتر ما عم يفكر فيكي. بس أنا بدي إياك ما تخلي هالجوازة تصير. خلاص أمرك، رح أعمل اللي بقدر عليه، بس برضاي على اسمك. بس سمعيني كلمة واحدة مشان يرتاح بالي. شو هي؟ ايمتى رح تقولي له لأخوكي مشان اجي شوفه واطلبك منه؟ الأصول انه نأجل العرس لبعد سنوية المرحوم، بس الله وكيلك يا أبو سمرة، وقت أمي عرفت انه أبو شوال بده يعمل عرس بكرة طار عقلا من الفرح المسكين. وكلوا الله أبو الأحلام، وكلوا الله. الدنيا بدها تمشي والوالدة معها حق، بدها تفرح بالمستورة. ايه يا أبو سمير، اتكلوا على الله إن شاء الله بتشوفوا الخير على وش هالجوازة. أبو سمرة، أنت بحياتك ما كنت أهدى بالتلبيسة ومعكم حق، لكن كاتب الكتاب وقراية الفاتحة لازما ولس بد تكونوا. يا أمرك نحن تجي لنا، أتمنى نحضر قراءة الفاتحة والمولة والتلبيسة والعرس وكل شيء. الله بيعلم إنه بنتك هي أخت لنا. وعز وعز والأحلام، أبي ما بيروح من بالي، حاسه لساته عايش معنا. إيه، مو كل يوم الدنيا بتجيب واحد مثل أبو سمير. الله يرحمه. لو تجي لقلنا، لو قلنا موني على القهوة، والله ما بقبل إلا كتب الكتاب والعرس والتلبيسة يصيروا هون. صاحبنا طلع مو تمام بنوب. تفه على قلة الأصل. أنا بالدكانة إذا لازمك شيء. خاطرك. الله معك أبو الأحلام. شرفت. سمير، مو أصول تترك شغلك وتقعد مع الزباين، هذا باب رزق. طول بالك علينا غازي بيك، هنين كلمتين حكيناهم مع أبو الأحلام مشان عرس بنته بكرة على أبو شوال. إن شاء الله بتتهنى. جدد لك القهوة؟ إذا ما في مانع. بيبي أمرك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الأمور صارت جاهزة على 24. إيه الحمد لله، الحمد لله، الله يتمم بخير. بدك شيء ناقصك شيء؟ الله يديم عزك، بنلتقي اليوم بعد صلاة العشاء عند بيت أبو الأحلام. قول الله، استنى شوي يا أبو شباب. أنا وصلني خبر من حاتم، الليلة راح يسلم البضاعة لغازي. يعني رح نخلص من هم ولا غازي؟ يعني رح يصير العرس عرسين؟
ان شاء الله سيدي، ان شاء الله. الله يسمع منك يا رب. انا بس بدي اياه يطلع هالبنت لحتى ارتاح. والله خير الشاهدين، سمعونا الفاتحة على نية التوفيق. مبروك يا مشوار. إجا أبوكي. فوت يا عمو فوت. ما بعرف ليش الواحد ما بصير يحترق. يخزى العين. يخزى العين، اللهم صلي عليك يا نبي. بعد ليش ما بصير أحضر عرسها؟ مو حرام تحرموني من هيك فرحة؟ أنا لو علي بكفيني أنت وستي بس تحضروا عرسي. إيه خلص، لكن بكره بس شوفك بتحكي لي كل شيء صار بالعرس. لا أيوه يا مو، هذا حديث نسوان. يا مو أنا مو بس أبوها، أنا وأنت كل عيلتها أساسا. إلك علي إذا قدرت أرفع نظري عن الأرض أحكي لك كل شي صار بالعرس. أوعى الخجل يسرقها مني. عبد الحي، أوعك يخطر لك تحضر تلبيسة الرجال وحلوة بحقنا. هلا أنا حضران كل تلبيسة صارت بالحارة، وقفت على تلبيسة بنتي. تقبرني. مبروك يا رب يا أمي. الله يخلي لي اياك يا عمري. يعطيكم العافية. يعطيك العافية. الله يعافيكم، تأخرتوا. عملنا دورة لنطمن إنه الطريق آمن. خير إن شاء الله. وهي بضاعتكم صارت جاهزة. هاي الذهبات عدون. ولو ما منعد وراك، بس كن ديروا بالكم. ها، السلام عليكم. الله معك، مع السلامة. يلا جور، فتح عينك منيح. تأمر يا أفندي. يلا يلا. وقف عندك.
حول لي هرب. شو معناته الحكي؟ قل لي شو معناته الحكي؟ بيني واضحة. مادة اثنين يختلفوا عليها، آصف وحاتم ضحكوا علينا. كلهم اتفقوا علينا، آصف وحاتم وأبو العز وما بعرف مين غيرهم كمان. يعني أنا ما عاصفي معي شيء؟ ما عاصفي معي شيء؟ خربوا بيتي ولاد الكل. ما بكون غازي بيك إذا ما بقتلهم بإيدي. بدي أخرب بيتهم مثل ما خربوا بيتي. ما عاصفي معي شيء؟ لك والله لسه محلك ترجع على الشغل لك مشوار، لسه ما دي في تحتك وانت عريس. ثلاث ايام وزياده. بعدين عمي ابو العز انا ما بدي اغيب عنك. الله يجعل جواس الدهر، قول امين. امين. ما قلت لي شو الاخبار؟ صاحبك غازي اكلها بجنابه بعد الضربه الاخرانيه. مع اني ما بحب الشماته، بس هو بالذات خص نص يستاهل. والمحروسه بنتك؟ الله لسه ما انحليت يا ابو شوال. انحليت. تفضل، ابصر لنا هون والله. هذا شو؟ تفضل اخي، ان شاء الله الف مبروك. مبروك عمي. أهلين، الله يبارك فيك عمي. أنا سمير ابن أبو سمير القهوجي، صاحب القهوة قبل ما يكون صاحب غازي. والنعم عمي. إذا بدك شغيلة أنا وإخواتي جاهزين. يعني خلاص نويت النية؟ إيه خلاص، القصة منتهية منتهية. هلا انا بتأثر بسرعة لاني وعدت الشيخ خلال صلاة الظهر وجهي. ها مثل ما بدك. ايه سيدي، بس نقضي مشوارنا، انت لا ترجع لهون، وشك على البيت ارتاح، عند على بكره بترجع بتشغل المطعمة. يلا سيدي. اه بيها الزوفة ريت. ابي انا ماشي، كل شيء. سلامتك يا ابي. الله يسلمك. يلا السلام عليكم. عليك السلام. السلام. وشوال على شو نوع؟ رايح يكتب كتاب. ليش؟ ألف مبروك يا صهري وسم الظهر. الله يبارك فيك يا أبو كامل. مبروك يا أنا. الله يبارك فيك ابن عمي. أنا رح فوت على المطبخ أعمل لكم غدا مدلل. لا 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 ليش؟ إيه ليش لا؟ بس يا عمي ما غير شي، أنا رجل لقدامه 10 لورا. خلص يا أبو خلص. مو بإيدي بس والله مو بإيدي. سعيد الله يرضى عليك يطول يبارك. خلي ابنك يسحى ورا رزقته وهو مرتاح. بعدين وين مسافر هو؟ على بيروت ليك رحلة حجر. إذا طلع منها الصبح بيكون عنا المساء. إلهي ربي يكون معكم عينه وعينه وحافظهم. ربي يسر أمرك ويشرح صدرك يا رب. ديري بالك علي يا أم. بعيوني مرتاني. الله يرضى عليكم يا بي. ديروا بالكم على بعضكم، لا تطولوا الغيب علينا. ديري بالك علي، عيوني ما رضاك يا بي. الله يرضى عليك، ديروا بالكم على حالكم يا بي. ان شاء الله بيسر. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك.
سبحان الذي كوّلك. مبروك. الله يبارك فيك يا عجيل ويبارك لي بهالطول وبهالعرض وبهالقامة. قريتو نرجع من بعد تكيب له ويدخو. ايوه. معلش لك ايام الحكي الحلو خففيني منه. ما بلقى انا. بيلبق لك وبيطلع لك حكي حلو اكتر من الحكي الحلو. طالما بيطلع لي ليش عم تهربي مني؟ يلي بده ينول العسل لازم يتحمل قرص النحل. ايه وينه النحل؟ واللي مو شايف غير العسل شو بيساوي؟ عم امزح معك وحياة عيونك عندي ما في غير العسل. بس يعني بدك تدير بالك يمكن ادمانه حلو يجرح. ان شاء الله يدبق فيني فرد الله. طب انتي ما تعرفي لابو العز؟ لا حد تعرف عليه والله. لا حد. على عيني وعلى راسي من فوق اذا ما وسعك البيت بحطك بقلبي وبعيوني وبروحي. شلمتيني لك يا والله شلمتيني. قلي لي انك ما دريتي. لك الحاره كلها درياني بجوازة ابو العز. الله ييسر له. انا شو دخلني فيه؟ مقصدي من الحديث انه شغلتي وشغلتك استويت. يعني والله حلا تحني علي وتقبلي تتجوزيني. زهره برضاي على اسمك. والله نطف قلبي. لك طلعي علي عم دوب من الشمعه. الله يخلي لي اياكي. سمعيني بقى كلمه موافقه. احكي مع اخي انور واطلبني منه. على حب النبي. ايه وبعدين رح تضلوا قاعدين هيك مثل الشحالين قدام باب القهوه؟ شو فينا نعمل؟ قوم عادل، قوم لعندي على الدكان قفل بسطة. وانت سمير تروح لعند ابو العز على الطاحون وتقول له يلاقي لك شغله عنده. انت شو؟ شو؟ ما ضل قهاوي بالحرام تشتغل فيها؟ كلها سكرت؟ الله يسعد صباح رجال. صباحك ابو العز. خليك قاعد عمي هذا، خليك قاعد. ريح حبيبي ريح. ليش مو فاتحين القهوه؟ جا واحد واشترى القهوة من غازي بيك. بعد ما اشتراها قفل ومشي. مين هو شو بده ما حدا بيعرف. كنت عم قله لسمير انه بلكي يمرق لعندك على الطاحون تلاقي له شغلة. لا ما لها لزوم ابو الحلال، ما لها لزوم. عندي قصة، أنا جاي خص نص مشان الشغلة. زيك عمي سمير، أنت الكبير. هي مفتاح القهوة. ألف 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 مبروك يا أبو العز. الله يبارك. إن شاء الله بالهنا يا رب. الله يطول عمرك. لك شبكة واقفين هيك. يلا عم سمير افتح القهوة أحسن ما دور على شريك مضارب غيركم. كتر خيرك عمي. كتر خيرك. تفضلت على راسنا. تفضل على الله. بالتوفيق إن شاء الله. سلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام. عمي أبو العز. إيه. من بعد أمرك. إيمتى بتفضلي بنحكي معه شو كلام؟ خير. معلش عمي، من بعد امرك بدي اياك تكون رايق وقت بدي احكي معك. ايش وعليه؟
أنا باليومين ببعث لك خبر. روح على شغلك. روح. السلام عليكم. وعليكم السلام عمي. مين؟ الداعي طبنجة. خير؟ شو بدك من على بكرة الصبح؟ بتعرفي شو بدي منيح؟ خليلي طريق خليني فوت أحسن ما منطرتيني على باب السقاق قدام عيون الخلق. ما بقدر دخلك، بخاف يرجع أبو العز. خافي مني إني ما روح أحكي له لأبو العز. خليلي طريق أم كامل وخليني فوت خلصيني. يا فتاح يا حبيب يا رزاق يا ما قلت لي سيد عمار شو رايح ساوي عند أبو العز؟ بدي روح أطلب منه فاطمة على سنة الله ورسوله. عمار، نحن حكينا بهذا الموضوع واتفقنا نأجله. لا أخي، ما رح أجله، وكل شيء بدي أعمله هلأ هو قراية الفاتحة مع عمي أبو العز. ولك يخرب بيتك، يخرب بيتك، ولك أنت ما فيك شرف، ولك ما فيك أخلاق، راسك ما عاد فيه ناموس، ولك مرتي مرتي هي مرتي، بدك تحط عينك على مرتي. لسه بيقول لي مرتي. أخي أنت بدك ترجع شيء. ولك شو دخلك؟ ولك شو دخلك برجعها ولا ما برجعها؟ شو دخلك؟ ما بيجوز مرتي. عمار، أخوك عادل عم يحكي مزبوط. لا مو مزبوط. خليني أتجوزها وأستر عليها أحسن ما تضل سيرتنا على شو واد؟ بدك تستر عليها؟ والله يا عمي وطلع عندي أخ ستار وأنا ماني عرفان. لسه مو ناقص غير تمنني إنه بدك تتجوز مرتي. اسمعوا، لا احكيها وقولها هلا. ولا قول قدام اخوك، قول انه لساتك بتحبها. ايه بحبها، بحبها. ارتحت هيك؟ ولك على جستي. ولك ولك شو صارتكم؟ ولك خلاص بقى، لك بدكم تورجوا العالم علينا. هلا ما بقى لك عندي شيء، ويا سيدي بالنكاية لا اعمل المستحيل لحتى خلي ابو العز يقبل يعطيني فاطمة. وإن كنت رجال جربوا وفوشي. لا خلاص، لك شو صار لكم؟ لك سووا على حالكم، لسه عطالعوا الناس لخناء، عطالعوا الناس لخناء، خلاص نصحوا على دمكم. أخي أنا هلا رايح لعند أبو العز الطاحون، وفهموا لهاد لبا يوقف بطريقي. عمار وين رايح؟ جنيت؟ جنيت ولا؟ عمار على جسي، ها على جسي قلت لك. ولك عمار، عمار 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 لك عمار. ان شاء الله انت مفكر ابو العز رح يرد عليه. ولك رد عليه ولا ان شاء الله 60 عمره ما يرد عليه. انا كان بدي اياك تشوفه على حقيقته على الواطي. شو بو عمار؟ راح لعند ابو العز بده يطلب منه ايد فاطمه على سنه الله ورسوله. يخرب بيته، لك هذا ما ضل براسه عقل منه. لك سمير انت شلون بتخليه؟ انا خليته. ما شفته شلون طالع من القهوة مثل البعير الهايج. لك والله، والله واللي اسمه الله ما حخليه يتجوزها غير على جستي. والله واللي اسمه الله لا انت ولا عمار راح تكنوا قبل ما يقلعكم ابو العز من القهوة. الله يستر ما يروح سمير بالطوشي كمان. يا مو الله يطول لي بعمرك. أنا اللي بعرفه عن مصاري ومال كانات أبو العز، أنتو ذات نفسكم ما بتعرفوه، بقى كل شي بقلكن عليه لازم تساووه مشان يكمل اتفاقنا. طبانجة، أنت طلع منها ونحن بألف خير من الله، وأنا كل كام يوم بستفقدك بدي في النصيب. لا والله يا يامو ما حذرتي، كل شي رح تلطشوه من أبو العز إلي نصه حلال زلال. لك شو انت جنيت ولا ما صفي براسك عقل؟ نحن بنلطش مصاري من ابو العز من بعد ما صار جوزها لهيام. يو تعوا اسمعوا على الحكي، والله رح صدقك انه قلبك على ابو العز. هيابو احكي لك مع امك شي كلمه.
هيامو دخلك ذكريني، مو هيك كنت دلعك وقت كنا متجوزين؟ هيامو همهومتي ان شاء الله مو حاكي له لابو العز عن جوازتي انا وياكي. ايوه فهمت عليكي، حاكي له عن هذا الشاب اللي تجوزتيه كم شهر قبل ما رب العالمين يستفقده وياخذ منه امانته بالسفر برليك. بس اوعكم يدرى ابو العز انه انا اول مين اتجوزك. والله بجن مالكم مصلحه منوب، حاكم ابو العز بيتمنى يشوف الموت ولا يسمع بسيرتي. طب انجا هاي السيره اتفقنا انه ننساها من وقت ما اجيت لعنا، واتفقنا ثلاثتنا نروح انا وياه لعند ابو العز. اتفقنا؟ بيني وبينكم ما في اتفاق، اللي بقول عليه بدكم تساووه. فهمتي ام كامل؟ فهمتي هيامو؟ عمي انا طالب ايد فاطمه على سنه الله ورسوله. صباحك عمي بايسن. صباح الخير، شو اخبارك؟ الحمد لله. ما عرفت مرهوم. مرهوم حبدي على سلامتك يا خويي. يسلمك يا رب، طمني عنا. الحمد لله رب العالمين. هيثم رجع؟ هيثم اعطاك عمره. الله يرحمه الله يرحمه. وعادي؟ عادي رجع. ايه الحمد لله. بس يا حسرتي عليه، رجله انقطعت في الحرب. لا حول ولا قوة الا بالله. انت كنت معهم بالجبهة؟ بالجبهة؟ طبعا كنت معه، انا اللي كنت معهم بالجبهه، بس انا كنت ملازمه وملازمه لجناب البكباشي. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. بس كانك متاخر بالرجعه. بدك تطول بالك كثير عمي ابو هيثم، لسه في غير كثير ما رجعوا. الله يرجعهم بالسلامه. امين. روح لازمك على كاسه شاي عند عادي، اللي بيفرح كثير اذا شافها. لك دخيل عينك عمي ابو هيثم، بس وحياه عيونك جاي منهنه نهنها، بس بدي اتحمم ونام. ايه شو عليه؟ امان يسلم لي على اخوك ابو راشد. يوصل. السلام عليكم. عليك السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. حد على السلامة هو. الله يسلمك يا رب. احترامي جناب الشاويش. عدم المؤاخذة، الشاويش زاهر وينه؟ الشاويش زاهر انتقل وانا سلمت مطرحه. ايه على راسي والله. حضرتك بلا صغره مين بتكون؟ انا الشاويش عزة التل. الله حيو الفخامه ويايا. والله ما عم بفهم عليك لكم الاحلام. شو منها السفره لحما هلا؟ صدق اذا بقول لك اشتقت لها. الله وكيلك اشتقت لها. يعني ما عاد نشوفك يا ابي؟ شو هالحكي؟ ليش انا عاد اقدر على فراقك يا بنت؟ طيب بلاها هالروحه. والله العظيم قلبي ناقزني منها ومو مرتاح. روحتي على حما صارت ضرورية كتير. خير في شي؟ عم قول لحالي بلكي قبل ما رب العالمين ياخد أمانته بلحق بوقف عند قبر أمك وبطلب منها السماح.
بعدين بدي اروح شوف مين بقيان من اهلها. لازم صفي القلوب. وانتي ستي خليكي هون، بيروح ابي كم يوم وبيرجع. بتصدقيني اذا قلت لك اني ما نمت امبارح طول الليل؟ خير؟ اشتقت لصوت النواعي. اوف، هلا كل واحد فيه رح يطلع بحجه مشان يروح. احكي لك كلمه ابن عمي. تركيهم على راحتهم، كلها يومين وبيرجعوا بالسلامه. هذا الكلام. طيب على القليله اتركوني نعمه. شو ها؟ تقبريني. انت ديري بالك هلا على جوزي، وان شاء الله عن قريب نسمع اخبار حلوه. يلا يا مو، طريقنا طويل كثير. اي والله، ان شاء الله انا حاسه انه اخرته خير. يا رب، موفقين، رجعوا بالسلامه. الله يسلمكم. مشان الله يا غازي، بلا العلق مع ابو العز. سهيلة، ما راح اسقط عن حقي. مين؟ هاشم. يا الله. مشان الله يا ابو العز. الله يمنك سهيلة، انا متفائل معه. السلام عليكم. قلنا السلام عليكم. شوف غازي، هي انا قدامك جاي لعندك برجلي، وقصيت اتفاهم معك بالحسنى. خلينا نحلها بيني وبينك، كل واحد بروح بحال سبيله. اذا ما بترجع لي حق الضيعه ما في شيء راح ينحل. ابدا. حق الضيعه هيك كله الف ذهبي. بتحكي بالف ذهبي لك غازي؟ بتحكي من كل عقلك انت؟ لكان ليش جاي لعندي؟ زلال عليك بس بطلي مريم. ان شاء الله يا مريم. اسكتي، انا عم احكي. قلت ما بدك الا التفكير. لغازي انت قايل بعظمة لسانك يلي ما بده اياه مرتكب. هي 50 دقيقة وفوقه حق القهوة تفرج همك. بدي 500 دهبة وخذها لبنتك. لك انت ما بتعرف العيب؟ ولك حدا ببازر على شغلة مثل هي؟ حدا ببازر على عرضه؟ بدي 500 ذهبة وغير هيك ما راح طلعها. هاي 50 ذهبة، هاي 50 ذهبة تانيات، هيك بصيروا 100. خلصين ابو العز. 500 ذهبة وغير هالحكي ما عندي. انت ما عندك، انا عندي. انت واحد نمر. شو قصدي؟ عندي حق في كتابي. اتركوا يا ابني، مالك مربع. انا حملة. دمعك يا عين
أكتر من صبرك يا هشام دربي.